بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله. من شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم. اللهم اني اشهدك واشهد حمله عرشك وملائكتك وجميع سكان سماواتك وارضك انك انت الله لا اله غيرك ولا معبود بحق سواك. انت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. ونشهدك بان محمدا عبدك ورسولك ونبيك وصفيك اصطفيته واخترته ليكون رحمه للعالمين ليبشر المؤمنين الذين قالوا الله ثم استقاموا يبشرهم بجنات تجري من تحتها الانهار فيها انهار من ماء غير آسر وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذه للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربه عطاء غير مجدود. ولينذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا لينذرهم نار وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقد بشر وامن وبلغ رساله ربه ونصح امته حتى اتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وازواجه واصحابه وعلى كل من اقتفى اثاره واهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد ايها الكرام اي الحضور الافاضل السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب منشاكم وتبواتم ان شاء الله من الجنه منزلا. اسال الله تعالى العلي الكريم البر الرحيم ان يضاعف لكم الاجر وان يكسي لكم العطاء وكما جمعنا اليوم على طاعته ان يجمعنا يوم القيامه في جنات النعيم اخوانا على سرر المتقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم له مخرجين وما ذلك على الله عزيز. ايها الاخوه الكرام ما زلنا في ذكر تلك الصفات وتلك الاخلاق الذميمه التي تفسد الاخوه وتزرع العداوه والخصومه بين المؤمنين. وقلنا بان الدين حقيقه الحياه قائمه على امرين، على الدين وعلى الاخوه، ولن يكون هنالك دين حتى تكون هنالك اخوه ومحبه. ودائما اذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الامام مسلم والذي نفس محمد بيده: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا دعتموه تحاببتم امشوا السلام بينكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا ذكرنا صفتين ذميمتين الغيبة والنميمة. قلنا هذين الصفتين مما يفسد الأخوة مما يزرع العداوة مما يجعل الناس في إدبار وفي إعراض عن بعضهم البعض. والأمر الثالث الذي سوف نذكره اليوم وهو السخرية والاستهزاء. السخرية أن يسخر بعضنا من البعض وأن يستهزئ بعضنا من بعض هذا كذلك مما يزرع العداوة، هذا كذلك مما يجعل التدارك بين المؤمنين، هذا مما يجعل بين المؤمنين يصبح الشيطان هو المتسلط. كما قال الله سبحانه وتعالى: وقل عبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان الله تعالى امرنا بان نختار الالفاظ ان نستطيع من الكلمات الحسنه حتى لا يزرع الشيطان بين العداوه والبغضاء. لابد للمسلم ان يزن كلامه، لابد للمسلم ان يغربل كلامه فيختار الاحسن والافضل حتى يزرع المحبه والموده بين المؤمنين. والسخريه ايها الاخوه الكرام هي من الصفات الذميمه التي ذمها الله ورسوله. قال الله عز وجل: ويل
يستهل وأن يحقر آخر المسلم. والاستحقار والاستهانة هي التنبيه كما عرفها علماء النفس والأخلاق، هي التنبيه عن العيوب والنقائص على وجه يضحك منه، ويكون ذلك من محاكاة بالقول أو الفعل أو الإشارة والإيمان. قول فلان استحقر فلان واستهان به هو أن ينبه عن عيوب فيه، عيوب سواعية عيوب خلقية أو عيوب يعني في كلامه وألفاظه، يكون ذلك من قول أو من إشارة. قل فلان يعني يحكم بسيفه حتى ينتقص منه، يحكم ويستهين به في سيفا لأنه ربما أعرج أو ربما أعرج أو ربما يعني إنسان يعني ذميم الوجه والصفة، أو إنسان أسود اللون، أو مثلا إنسان لا يعرف كيف يعبر، ربما في لكنة في ألفاظه وفي كلامه، فيشير لذلك سواء بالقول، يعني يناديه يا أعرج يا أعرج يا أعمى يا حمار أكرمك الله، ويريد أن ينتبس من مكانته وأن يحقره وأن يستهين، أو بالإشارة والمحاكاة، المحاكاة يعني الإنسان يحكي عليه، المحاكاة يعني الإنسان يعني يفعل مثل فعله حتى يضحك الناس وحتى ينتقص من مكانة هذا الإنسان. والسخرية والاستهزاء لا يفهم كان عن الإيذاء والتحقير ويعني زرع والتقاص من مكانة ذلك الشخص، ولهذا نهى عنها الله تعالى ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام المعتمد رحمه الله: الهمز هو السخرية من الناس بالإشارة، كتحريك اليد قرب الرأس إشارة إلى الوصف بالجنون أو الإشارة بالعين رمزا للاستخفاف ونحو ذلك. هذا هو الهمز، الهمز هو الإنسان يشير بيده، كان الإنسان يتذكر كم مرات الإنسان يجعل يكون وراء الإنسان يشير بأصبعه كأنما يعني أقرب الله حمار وأذنيه كبيرتين، أو الإنسان يهمز بعينيه كأنه يريد ويشير للناس هذا الإنسان انظر كيف يتكلم أو انظر كيف يفكر أو انظر كيف يمشي، يهمز بعينيه. أما اللمس وهي السخرية بالقول، هذا كما ذكرناه الغيبة، كتسمية الشخص باسم يدل على عاهة فيه أو مرض أو اتهامه بخليقة سيئة أو التعريض من ذلك، هذه هي السخرية وهذا هو الاستهزاء. هي في أصلها هي الانتقاص، يحوس الإنسان ينقص من مكانة أخيه، يعني ينقص حتى الناس يحضرون، حتى الناس يهينون، حتى الناس ينتقصون من مكانة. هذا هي يعني الخلاصة بتاع السخرية والاستهزاء. أما حكمها في ديننا وفي شرعنا هو أن الحرام، بل هي من الكبائر من الذنوب الكبيرة. ربما الإنسان يعني تهوي به في نار جهنم كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلبسوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يكن فأولئك هم الظالمون. الله تعالى بين لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ومن يدرك، لأن الأمور ليس بمظاهر أيها الإخوة الكرام. كان الإنسان يظهر لك من مظهره بأنه عظيم وهو عند الله والله لا يساوي جناح بعض، وكان من الناس ربما يظهر لك بأنه حقير وبأنه ضعيف ووالله إنه لعظيم عند الله. وكما جاء في الحديث الصحيح كما دائما أشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم، مر عليه رجل عظيم عظيم الجثة جميل الصورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول لك هذا الشخص؟ قال: والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حري بهذا الشخص اذا خطب ان ينكح، واذا تكلم ان يسمع الى كلامه، واذا غاب ان يكثر. هذا الانسان العظيم، هذا الانسان الجميل، هذا الانسان الوسيم، لو كان يخطب الناس كلهم يسمعون كيف يصاحبونه ويزوجونه، وإذا تكلم الناس كلهم يسمعون ويبسطون عند كلامه، وإذا ذهب عن المجلس الناس كلهم يقول: أين فلان؟ أين ذهب فلان؟ سكت عن المجلس.
الله صلى الله عليه وسلم هذا الشخص إذا نكح يعني إذا خطب يعني لا ينكح ولا يزوج. من يزوج هذا الرجل الدنيء؟ من يزوج هذا الرجل الفقير؟ من يزوج هذا الرجل عرض الثياب وقبيح المظهر والمرأة؟ وإذا تكلم لم يسمع له أحد. الناس كلهم لما أرسل أنت لا تعرف كيف تتكلم. وإذا هذا لم يفتقر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده. إن هذا الرجل هذا الدميم هذا الفقير هذا الرجل الذي أحققتموه واستوعبتموه له عند الله أفضل من بدء الأرض من ذلك الرجل. في ميزان الله سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان رجلا دحيحا وهزيلا وكان دقيق الصدر. مرة من المرات أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد إلى شجرة الحرار وأن ينزع له بعض الأعواد حتى يستكى بها. فلما صعد عاد وكشف الريح عن ساقيه رجاءً. فضحك الصحابة الكبار علي بن ساقين، ساقين دقيقتين، ضعيف كان رجل فقير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقين؟ والذي نفس محمد بيده لهما أثقل عند الله من جبل أحد. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أول من جهر بالقرآن. هذا عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري قال: يا عبد الله اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه سورة النساء حتى وصل إلى قول من بداية حتى وصل إلى قول الله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا المسلمين لو تسوى منهم الأرض ولا يكتمون الله. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تذهب عيناه فقال: وينك وينك توقف يا عبد الله. عبد الله هو الأول من جهر بالقرآن حتى كانت قريش أن تقتله. وعبد الله بن مسعود هو الذي ركب يوم بدر ركب على صدر أبي جهل وهو الذي جز وقطع رأسه. فقال: يا هل يا ربي قال لهم لقد ركبت صدرا عظيما. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: والله تساقيه لا تزيداني بل اثقل ثقيله واثقل من جبل احد عند الله سبحانه. ولهذا الله تعالى قال: فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقوا. كم الرجل يظهر لك عظيم لكنه عند الله لا يساوي شيء، وكم الرجل يظهر لك بانه حقير وبانه ضعيف ولكنه عظيم عظيم عند الله كريم عند الله سبحانه وتعالى. هذا قال: عسى 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 ان يكون خيرا منهم. ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم. انظروا يا اخوان، رب سبحانه وتعالى عبر على ان الاخر المسلم هو نفسه كما قالوا في ولا تدخل انفسكم يعني لا يدخل بعضكم بعضا، يعني سماها المستقبل قال: قال ولا تلمزوا. اللمس يا اخواني وهو الانتقاص من المكانه والانتقاص من الحق والازدراء والاستهزاء. قال رب سبحانه قال: كي تحقر فوق راك تحقر نفسك، كي تنتقص من مكانك اخي فقد انتقصت من مكانك الا لاخوك. هذا يكون في عملك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو كداعي له سائر الجسد الانسان. الانسان كيف يضحك من اخيه ويوم القيامه ربما يكون مقابل في الجنه. قال الله عز وجل: اخوانا على صور المتقابلين. كيف يضحك الانسان من اخيه؟ والله تعالى يقول: وكنتم اذكروا نعمه الله عليكم ان كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. كيف الانسان يسخر من اخيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. كتب بالمرء شرا ان يحمل اخاه المسلم. وكونوا عباد الله اخوانا كما امر الله سبحانه وتعالى. ولا تلامس بالالقاب، التلامس بالالقاب هو الانسان يعني يدير لقب يعني القيمه للانسان يعني وهي تنتقص منه، يعني يعطيله الاسم لضحك، يعطيله الاسم لنقص منه، يعني يسميه اكرم الله بحمار، ولا يسميه الانسان يعني الانسان صعلوك، ولا يسميه الانسان اسم يعني حتى الاسم يدل على انه يعني انسان حقير وانسان حقير.
لا تنبسونها. الله تعالى عن التلبس بالألقاب، وقال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني بعد ما كرمكم ربي بالإسلام، بعد ما كرمكم ربي بالإيمان وصبحتم ناس مؤمنين وناس أخيار وناس أصحاب رسالة، كيف واحد تسميه باسم يهودي؟ كيف الناس تسميه؟ هذا نزل في الحقيقة على سيدنا عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه. عكرمة هذا دخل الإسلام أصبح صحابي جليل وقد أسلم وحسن إسلامه، فكان بعض الصحابة ينادونه يا ابن فرعون هذه الأمة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يعني هذه تحزنني، يقول كيف مات كيف أنا أنا المسلم وأنا المؤمن وأنا أحبك يا رسول الله الإسلام، فكيف؟ فأنزل الله هذه الآية قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بعد ما كرمكم ربي بالإسلام، بعد ما كرمكم بالإيمان، كيف الإنسان يعني الذي أخاه يعني بالاسم تاع حيوان والله اسم تاع كافر والله اسم تاع إنسان علم ولا يعني ينقص منه يعني يسميه باسم لنقص من مكانته ولا نقص من حقه. وكذلك كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا يعني قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، قال وحكيت له إنسان يعني أكيده حكيته يعني وريته قلت كيف يمشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أني حكيت إنسانا وأنني كذب وكذب من الماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال تعطيني كذب وكذب من الماء من الذهب، والله ما بحكي يعني ما أكل الإنسان يعني مثل ما يمشي ولا مثل ما يتكلم ولا مثل ما يبرد، والله ما أفعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا من الأمور كما قال العلماء من الأمور العظيمة. وقد روى الإمام البخاري في صحيحه الحديث المعروف قال لقيت أبا ذر رضي الله عنه بالربضة وعليه خلة وأنا غلامه خلة فسألته عن ذلك فقال إنني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوه ما يظلمهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذا الصحابة التابعي قد فتن أبا ذر رضي الله عنه الربة والقرية كان يسمعها سيدنا أبا ذر رضي الله عنه، فقال أنا لقيت يعني عنده خادم لابس نفسه كما لابس أبا ذر كما لابس الخادم عليه الحلة تاع إنسان يعني إنسان خادم تاع إنسان سيد، قال تعجبت قالوا أنت تعجب قالوا أنا مرة كان عندي واحد العبد عليكم يوم السوداء قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعني قال يا أبا جهل يا أبا بكر صرت عندك امرؤ فيك جاهلية بزات فيك الجاهلية الإسلام مزعلحة من الأمور خلاص ما بقاش يا ابن السودة ولا يا ابن البيضة ما بقاش يا ابن الرئيس ولا يا ابن الراس ما بقاش خلاص إن أكرمكم عند الله أتقاكم ربي قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا مش للتفرقة ما كانش فضلني عربي على أعجمي ما كانش فضلني أبيض على أسود ما كانش فضلني غني على فقير ما كانش أبدا إن أكرمكم عند الله أتقاكم التقي الذي يخاف الله الذي يعبد الله هو الأفضل عند الله ولو كان عبد المسلم. انظروا يا إخواني انظروا إلى السيرة انظروا إلى الفرق بين بلال رضي الله عنه هذا العبد الذي كان عبدا لا يعرف إلا الحلم والصبر، هذا العبد الذي كان لا يعرف إلا أن يحمل المظلة تحت حر الشمس عن سيده ويمشي به في الأسواق كيف أصبح سيدا؟ النبي صلى الله عليه وسلم فيه شرط أن بلال رضي الله عنه كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيه شرط أنه أول صحابي رضي الله عنه يصعد على ظهر الكعبة فيؤذن بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيه شرط كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال بماذا سبقتني من الجنة؟ فإني ما مشيت في الجنة إلا وسمعت نقرا عليك ما سبقت يا بلال رضي الله عنه وانظروا الى ابا لهب ابا لهب او ابي لهب هذا الرجل القرشي العربي الاصيل
عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان كافرا، لما كان مشركا، قال الله عز وجل: تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وما اكل حماله الحطب في جيدها حبل الاسد. ما اغنى عنه شرفه، ما اغنى عنه ماله، ما اغنى عنه جماله، ما اغنى عنه شرفه، سيصلى نارا ذات لهب، انه كافر مشرك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي عائشه لما قلت كلمه، ليه بحكي بتحكي بتاع قصيره؟ انا قلت كلمه عطل. قالوا يا ابن المسات ابنك ابنهم فيك جاهليه، هادوا اخوانكم، هادوا سوالح بنت جعل الله بتحت ايديكم، راهم خوتكم، اطعموهم بما تطعمون، والبسوهم بما تلبسون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فان كلفتموهم حملا يعني الشر فاعينوهم عليه. الاسلام جاب الرحمه، الاسلام جاب المساواة، الاسلام جاب العدل، الاسلام جاب الحق، حتى لا يبغي بعضكم على بعض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الامام مسلم في صحيحه، حديث ابي هريره رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تنابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله اخوانا، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. واشار صلى الله عليه وسلم الى صدره ثم قال: بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول الشاعر: فلا تحقرن خلقا من الناس، او لا تحقرن خلقا من الناس، لعله ولي الاله العالمين وما تدري. فذو القدر عند الله خاف عن الورى كما خفيت عن علمه ليلة القدر. خيار لا يعلمه الا الله، رب سبحانه قال: حتى نفسك انت والله لا تعرفها، لا تعرف حقيقة نفسك، فلا تزكوا انفسكم، هو اعلم، هو اعلم بمن اتقى. وصغري ايها الاخوة الكرام، يعني خطرة عظيمة، خطيرة، ربما كثير من الناس اليوم يستهزئون، يعني الان اصبحت فاكهة للناس. كان من الناس اليوم، أغلبية الناس اليوم الضحك، يضحك على الناس، يستهزئ بالناس في الأسواق، في البيوتات، في المؤسسات، في الشوارع، الناس يضحكون، لا يظهر العداوة وهذه الخصومة وهذا التضارب بين المسلمين، خلاص، لأن الإنسان بطبيعته واحد يضحك عليك تكره، لا تكره، لا ومن يدري، ومن يدري كيف، لا تضحك عليك أي بأي حق، لا. كم من الناس يقول انت حكم تكمل بالسنة، انا كنت تلاميذ كانوا في المؤخرة في الدراسة، بعد مدة بعد زمن صاروا ناس أشراف وصاروا ناس عظماء، وكم من الناس كان ناس عظماء وكان ناس أغنياء وأشراف وأصبحوا يعني يتصورون عند الناس، وهذه أنا أرى مكانة تلك الأيام من اليوم. ولهذا لما يعني الكبراء قالوا ايش كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ حكموا النبي صلى الله عليه وسلم قال اليتيم، قالوا ما كان ربي بين عبد هذا اليتيم؟ ما كان بمنع هذا الفقير لولا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، يعني من مكه ومن الطائف. قال الله: اهم يقسمون رحمه ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريه. احنا مش السخريه السخريه هو التسخير، ربي قال ما رفعتش ما جعلتش الحداد والمعلم وجعلت النجار والميكانيكي والطبيب والمهندس، مش ده التفاخر ابدا، كما بعض الناس اليوم العلم يتفاخروا به. يقول انا بدي انا بدي اليوم، ولهذا اسمع زياده البرايز اصبحت الشهادات. كم من الناس اللي كتب الله صاحب خصومات، ناس يعني في المستوى عالي يقولوا سبحان الله العظيم، اذا انت دكتور وما تعرفش تسير دارك وما تقدرش تصرف انت وزوجتك وهذه دكتوره اللي انا ما تنفعنيش، اللي ما تخلينيش نعيش سعيد واي دكتوره في هذه نعمل، ماذا اعمل بك؟ ماذا اصنع؟ هذا العلم وهذا الثقافه اللي ما تخلينيش نعيش الحياه الطيبه، واي ثقافه ماليه؟ ولا تاع شهادات ولا تاع فوقك، ولهذا يقول لك في خطيار في الغش وهذا يعطيك شهاده برك الناس يحتاروا ويدوا المكان فقط. ربي سبحانه قال: لا هذه ما جعلتكمش باه تسخير تسخير. قالوا اللي يقول مهندس ولا اللي طبيب ولا اللي يعالج ولا اللي يخدم الخبز ولا اللي يخدم الحديد ولا اللي يفلح لها ولا اللي الحياه تختلف. ربي قال: جعلتكم هذا باه حياتكم باه تكامل التكامل، وهم جملة موقع سرح حتى بين المرأة والرجل،
بعد الصراع ما كانش التكامل، كل واحد عنده وظيفته ولا حسب التكوين الفيزيولوجي بتاعه، بعد ربي من الوسائل ما كان صراع يا ضرب النار. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم ببعض. ما يقدرش يكون الراجل ما فيهاش شباب ولا يحمل الراجل في المراه، وما يقدرش تكون المراه ما يكونش راجل، المراه ما عندهاش راجل يمشي بالمراه. لازم التكامل، الراجل ما يخدم كون حياته ولا يخدم، لازم التكامل، لازم راجل ومراه ذكر وانثى. سبحان الذي خلق من كل شيء، خلق الزوجين وجعل من كل شيء زوجين، كل من انفسكم ومن يعني من الصعب ومما لا تعلم، كل شيء زوجين. جعل كم تعلم الا في النباتات حتى في الجمادات كان ذكر وانثى. هذا ربي سبحانه قال هذه التصغير مش بيضحك عليه. حشك المسائل وكان كما سميت يقول لك يعيش عليه. هذا ما بيضحك الرقاب ولا فيها جراثيم والامراض الخطيره. هي لازم نحن كبس. وكما كانش كبس ليه؟ وهذه هي الحياه تتكرر. ربي قال ليتخذ بعضكم بعضا سخريه، مش السخريه الاستهزيه والضحك، لا هو تسخير. انا نخدم الخباز يحتاج الى النجار، والنجار يحتاج الى الحداد، والحداد يحتاج الى الطبيب، والطبيب يحتاج الى البنادم، والبنادم يحتاج الى الكناس، وهكذا. ايه الرجل يحتاج الى المراه، ويعلمون بالبيت وكذا وتبيع الناس وتكوين الجير وكذا، والمراه تحتاج الى الرجل، وهكذا. وما استحيل وهكذا تشوفوا لك الصغار في الحياه وتنعدم وتكسب في هذه الازمات. ولهذا السخريه في خطر. اولا السخريه بالناس هي من سمات الكفار والمنافقين. هذا الخلق وخل أخلاق للمنافقين، قال الله عز وجل الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب. هذه ليست في المنافقين. واحد صحابي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، جيش العشرة، النبي صلى الله عليه وسلم استنفر صحابي، يعني الجيش راح يمشي للروم، يعني لازم عدد كبير عن أشخاص، لأن الروم هذا المكان كان عند الجيش الآخر فيه 250,000. الجيش اللي راح فيه سيد بن الحارثة وجعفر أبي طالب وعبد الله بن مروح رضي الله عنه، هذا أولى غزوة البلارة، وكلها كانت غزوة مؤتة. هذا الجيش اللي تاع الصحابة راح فيه 3,000 صحابة. لقاهم قدامهم 250,000. ما عنده حتى حساب. ولهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه لما استطاع ان ينجي هذا الجيش خرجوا من فكي جيش الروم، يعني راح مستحيل مفروض ينجح حتى واحد، لكن خالد رضي الله عنه بحكمته وبطالته استطاع ان يجلب الجيش، يعني خسركما. ولهذا الصحابه لما جاءوا هؤلاء جاءوا قال ماذا نرفع فيهم ويقولوا له بالفرار، يعني هربتم كيف هربتم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا الفرار بل هم القراء. يعني قال هذا انتصار عظيم لخالد بن الوليد لانه استطاع ان ينجي هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استنفر الناس بهم. وهذا النهار اللي جاء سيد عثمان رضي الله عنه 3,000 ناقه باحلاسها واكتافها وسلاحها. يعني الجيش هذا مشى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشى فيه 30,000 شخص، عدد بالكم تاع المسلمين. ولهذا كان حتى جاوب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عندي شهد لكم، ما عندي شهد لكم، تولوا واعينهم تبيض من الدمع من لا يجد منه. كاين الصحابه اللي جاب واحد جاب سمون، جاب صوره، ما ضعفكم لهم، قالوا راجل جاب 3,000 ولا جاب صوره، ولا الصوره مش الدين. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، يعني الله عليهم. هذا ما كان ما يدير، والدين هذا الاسلام يحتاج الصوره هذه، دولت كلها. والذين لا يجدون الا جهدهم، ما عندوش، ما عنده والو صح كيف قال، ما عنده والو جهد وما انا نعاود اختار لك شيء ما قلناش واسف. قال الله عز وجل فيسخرون منه يضحكون منه سخر الله منه. ربي قال هو اللي يضحك عليهم وهذا يوم القيامه لما يمشوا في على الصراط وكلهم نور ويظنوا بانهم خلاص خدعوا ربهم، هو يدخل نص الصراط هو ربي يبعث عليهم ريحا فتذهب نورها. ولهذا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بالفم في هذا الليل في قعر الشيطان
وقالوا ما لنا رجال كلنا عنده من الأشرار
اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار. يوم القيامه اجمع اللي كانوا يبكوا على الناس وهذا كل حياه وهذا كذا لا حد يوم القيامه قال والله الناس اللي كنا نضحكوا عليهم ما ناش يشوفوا فيهم في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار كما جاء في سوره صاد. اتخذناهم سخريا، احنا اللي كنا نضحكوا عليهم والله زاغت والله من كثره الشعب حتى ما يشوفوهمش. وسبب السخريه هي في الكرامه والاستهزاء. اولا هو من الكبر. الانسان اللي فيه الكبر هو اللي يضحك على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. فكان الرجل قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت الرجل يعني يحب ان تكون نعله جميله ولباسه جميل ذاك كما قال الكبر هو بطر الحق وغمض الناس. الكبر مش في اللباس ابدا، ان الله جميل يحب الجمال، هب يحب يرى الاخر نعمه تاعه العبد ابدا عمره لك مستحيل. الكبر هو الاساس تاعه في القلب. كاين واحد هكا الحقار، كاين واحد يحب يعني غير هو لازم غير هو يقرا هو يكبر يلبس له هو اللي يحوس له يحضر الناس يحب دائما الحاجه المتميزه. ولهذا حتى الشهره في اللباس يعني يشتهر يحب يلبس كوكتيل خاصه به. يوم القيامه يلبسه الله لباس الذله والنهامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف مش يحب هو انا رد الحق ما تحبش تعرض وما تحبش تسمعه من اي كان. واحد سعيد واحد يقول الخوج اللي كان تعلمه هو يقول ما يحبش ما تاكل. واحد الاخ واحد خطر يعني واحد مسؤول الكبار قالوا شو اللي تبغى جاي تعلمونا دينا وهذا الاخر مسكن. ليه قالوا كان كنا تعرف دين الكعبه نصاب الزكاه في ذاك الوقت مسكن الله معاه قالوا لازم هيك ما تعرف. هل هاي الرقم اللي كان لسه ما تعرفش حتى اسمه يقول لي ما يحبش دينا دي. هو اللي ما يحبش دينا ما يحبش يقول لي ما يحبش يقول لي انا كفايه بدي يقول لي الحق كفايه بدي يقول لي ما يحبش هذا الملك. وكذلك خمط الناس، خمط الناس عندي استراع احتقار الناس يحكم الناس من عاصم ثاني هذا هذا كنيس هذا عساس هذا ما يحبش اللي وظيفة هذا يحس نشر وظائف يحسبك على طاعة يحسبك على أخلاقك يحسبك على سلوكك يحسبك على أعمالك علاقة بالله سبحانه وتعالى بوالديك علاقة بأقاربك علاقتك بالناس ومعاملتك للناس. الأمر الثاني بالإخوة الكرام وهي من أجل زرع العداوة. واحد يقعد واحد يكره واحد ما يحبش يكون خير منه، دائما يحب ينتقصه في المجالس، يحب ينقص منه، هذاك 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 يا ابني شنو خذ من السفر، وهذاك ممكن تقرا هذا ولا تقرا هذا، وهذا من منين يروح هذاك هو الشراب وهذاك ويرجع يحب يضحك على الانسان من العدوى من البغض من الكراهيه. ولهذا لو قلت لكم في الخطبه الماضيه قلت لكم لو كان جينا صاحبه منين؟ خاوي الخو يضحك على خو الخو يخدم خو كون جينا صح نشوفوا بعضنا نشوفوا كما امر الله النبي صلى الله عليه وسلم صح يعني صح ولا صح مؤمن في المستوى مستحيل واحد يضحك اللي تشوفوا عمرك لا تضحك. الحذر والبغض والغيبه والنميمه والسخريه والاستهزاء هذا البعد تاع السبب تاع الرئيسية تاع الدعوة. واحد كيكره واحد يحب دائما يهضر به الناس يضيع المكان يضيع وظيفته دائما يمثل دعايات عليه دائما الناس يحضروه ما يحضروهش ما يبشروهش ما يكرموهش وكذا دائما يحب ينتقص. وكذلك ايها الاخوه الكرام وهي اراده الضحك الداخليه والتسليه قبل الناس يحب يضحك الناس. بالصح انه هاكم النزاع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب الناس. تحب تحب ما تحكي الناس كاين ناس ما تحبش الموت، كون تعتبرو كميزة، صح انت يضحك عليك، يدير مسخة. وكون تعتبرو كا واش غادي نضحك، لا تضحك، خدمك ربي تبدا تضحك عليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ربي ليس لك من الامر شيء، ما عندو ما دخلك في الناس، تبنى بركة. هدا وما تهداش وتبع ما تبعش لا خطيئتك مش مسؤوليتك. تابع الرسول الا البلاغ. ليس لك من الامر شيء. إن يشاء يعذبه وإن يشاء يغفر له. هذا أمر الله، أنت أيها الرسول محاسب ومطالب بالتبليغ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حكمة الوداع باه يخدمها وخلاص تخدم الدين. قال اللهم قالوا هل من مر؟ كاشي ما خنتكم قولوا لي. كاشي ما دورت عليكم قولوا لي. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغت.
قال الله رب الشمس. يا رب يشفع يوم عيد ألف صحابي رضوان الله عليهم من شباب وشيوخ وأطفال كلهم شاهدين حرب الناس حجة الوداع وكلهم شاهدوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الإنسان أما الهداية أما الاستجابة أما كذا هذه بيد الله إنك لا تهدي من أحبابك ولكن الله يهدي من يشاء. كذلك الأمر الآخر من الإخوة كان هو مرافقة أهل السوء ومجاملتهم للتدبير والإنسان حقا الإنسان الذي يقول مع الله يقول مع الناس هذا الناس بطلين وهذا الناس أهل الشر وأهل السوء يحبوا دائما يديروا الناس مضاحك ويحبوا يعتبروا الوقت يقول كان وقت في الوقت هو العمر الغالي عمر يحاسب العمر بلحظة بلحظة لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبناه وعن ماله من أين أكله وكما أنفقه وعن علمه فيما عمل به وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله ذلك مسجد الشيخ عاشور كان تسعر بماء أتاكم الله سبحانه وتعالى. أما العلاج للإخوة الكرام وهذا هو اللي يعني كيف يعالجوا كيف يسمى الأحياء؟ وين هو؟ أولاً كان علاج عام وكان علاج خاص. العلاج العام كان بالعلم وبالعقل. العلم أولاً الإنسان يعلم بأن السخرية والاستهزاء بالمؤمن يتعين تعرضه لغضب الله. قال ربي أو قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا ولا يسخر من إنسان عسى أن يكون خيرا لها ولا تلبسوا أنفسكم ولا تلبسوا إلى الله بإحسان اسم الفسوق بعد الإيمان. قال ومن لم يتب من هذه السخرية فأولئك هم الظالمون. الله لا يهدي القوم الظالمين ويضل الله الظالمين يفعلوا فيشا والله لا يحب الظالمين. ربي قال لي ما تبش منها من السخرية الدار إذا نستهزا ويضحك على الناس ويحاكي في الناس ويعكي على الناس وكذا ودير في مضحكة يا ما يتوبش راه ظالم وراه تعدى حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ضل نفسه. لابد الانسان يعلم دائما وراجع نفسه لان كان يضحك الناس راه تعرضك لغضب الله سبحانه وتعالى. الامر الثاني الانسان يعلم بانه ما دام هو ما يحبش يسخر من الناس فكيف يسخر من الناس؟ ما دام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الشاب قال يا رسول الله اعلم لي بالزنا. الصحابه ما دام راح يخطروا أروح لحقيقة الدوام قالوا قبل أهلا قال روح حتى قبل الله يسني بكم قال روح حتى يسني بزوجتك قال الله يسني وحدك بعد قال خيروا خدمات لا انت تحب دائما شرفك زين وعظمك مليح وكذا وتكهتك على الناس هذا ثاني هذا لا احس بها ترى الله راه ما خدت فلان كيف انت عندك خدمتك مش هو ذلك كذلك ما دام انت ما تحبش الناس يضحكوا عليك، ما دام انت ما تحبش الناس يعايروا، ما دام انت ما تحبش الناس يكذبوا عليك في عيونهم، ما دام انت ما تحبش الناس ينقصوا من مكان، ليه؟ لماذا؟ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب الناس. هذا الدواء الثاني. الدواء الثالث اللي الانسان يعلم هذا الدنيا تقول اليوم اللي كاس عاير فقرا قال ربي يبتليه كم من الناس يعمل لا سوري كان الناس عندهم استثمارات عظيمة سيكون في طالبان هاكم شفتوا الناس كانت مصارى ورؤساء ودول هاي محافظة صفوا في السجون صفوا هابين صفوا بالفيلين تعاين واحد من مرة ثاني قبل التاريخ اللي قال الناس العرب اللي قالوا اللي سجلوا الفتح ما جاي وتلك الايام اللي قبل الفرنسيه هذا اللي سماه ثاني هذا اللي تضحك لنا اللي تضحك لنا فقط لك اولاد اللي تضحك لنا بعض ما كان سعي لنا تضحك على حياتك وقال ربي هذه بطوله مضحكه ومسخره للناس كيف لك تضحك والجزاء والجزاء هذا اما بالعمل فهي مراقبه تامه هل يقول لك يقول الانسان مؤمن بالحق رب سبحانه وتعالى قال ما يرثم من قول الا لديه رقيب والنبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا معاذ لما خرجوا وخرجوا يا رسول الله رضي الله عنه قال دلني على علم يدخل الجنه وبعد النار قال قد سالت عن عظيم وبعد ما بينوا اركان الاسلام وبينوا فضائل الاعمال قالوا امسك قالوا الا ادلك على ملاك ذلك كله غير لك اللي يعدي بك الجنه قالوا امسك قال يا رسول الله او يؤاخذنا الله على حصائد امسنتنا قال فكذبت امك وهل يكب الناس
على مناخره في نار جهنم لا حصل كذلك. حديث رجع وانا بتكلم يا ابو الله قال اكثر نفس صدق اكثر من الناس النار اللسان والفرج. الامر الثاني هو الانسان لابد عليه ان يعافي نفسه لان يبتعد يعني عن السكون والاستسلام. اشتغل يا عود هرب من عاصم لكن اذا منعت الدم من النار والله قد فزت فوزا عظيما. انا اقول لكم لمن يقول على نفسك وانا لم اكن سببكم في دخول الجنه. انا لم اخذكم الجنه ولا لي ولكم الجنه ودخول النار شبه والله قد خسرت خسرانا عظيما لا مرض خسرانا. لكن حكى الناس حكى تضحك بالدار يبقى ويتبع الناس وهذا بيربح وهذا بيتبع وهذا وهذا ربع يا فلان قد انتهت ايامك ولفدت انفاسك وحال لك الرحيل. حين ذلك قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما فعلت. ولهذا تقول قال الله عز وجل ان تقول نفس يا حسره على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الصاخرين. راحت ايام وراحت الشهور وراحت السنوات وضاعت. يا ابن عبد الله شوف روحك علاقتك مع ربي انا عبدك درجه في براعه درجه درجه كيف راحتك حبل صادق يا راح تملك وعدك يا اخي. اما العلاج التفصيل لابد الانسان ان يفكر هذا الذي يخطفك عليه الناس ما ضحك الناس هذا الناس عشان بعد عصفيش ما ضحك الناس ما ضحك هذا اللي راك تضحك فيه ما راك تضحك. وعائشه رضي الله عنها لما بعث لها الحديث الصحيح بعد سيدنا معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه قال يا ام المؤمنين اعطيني وصيه بس ما تكفرش علي اعطيني نصيحه زينه دوسيا وما تكفرش علي اعطيني حديث تمسك. وش قالت؟ قالت عليك بطلب مرضات الله فمن طلب مرضات الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عنه وأسخط عليه الناس. السلام عليكم. قالت لك من مرضات الله ليش تياخذوا عليه الناس؟ أسأل واحد ربط معكم اتق الله خفر ما تختارش الناس أنا أعلم أن تسوق كل بعد هذا بس شو كمان بس أعلم بأنه جينا والله غير الله عليك وقلت يا حبوان أنت اللي بتصل بس وتصل بالخير قال إذا كان بطل مرضات الله ليش تأخذ عليك الناس ربي يرضى أنك تقولوا بيد الله والله يا ربي يهديك ويرضى عليك وإذا طلبت رضا الناس بسخط الله بقى تفرضني فلان وبقى تضحك فلان وبقى سيدي الوالي يرضى عليك الناس اللي بذكركم الله السابقة سيدي بارك فيها نحن مقاولين نحكي كذا اصحاب الاجتماعيين قبل كم ما هي الرحله ايش هي يا شباب تريدها اللي ما خافش الروح يعني حقق العدلتيه كما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه جاب قالوا اسمع اللي جاي يهضر بالله قال له عندك زوج اخوات اما تشد وتبعوا الامر اذا كنت صادقا فانت من من؟ انت من من؟ كنت صادق انت تقول صح انت من من؟ وإن كنت كاذبا فأنت فاسق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فاصبحوا على ما فعلوا. قالوا تحبوا سامحوا ولا تحبوا تبعوا عينوا وقيت الشرطة قالوا يا من هم يسامح لي قلت ايش مرجع. قولوا اليوم الوالي يرضى عليك والوالي عن والي يجي والي هذا يسلطوا عليك. تكلم خافوا حتى الوقت في الله وإلى أمته إن شاء الله نافعا عالما معلما يعني بصحة وعافية يا رب فرج على كل مكروه وقت الحاجة كل محتاج وأخر كل ملعوب يا رب وارحم كل ميت من المؤمنين يا رب ارحم كل المسلمين نور قبورهم وآنس وحشتهم وارحم غربتهم وضيق اللهم اصلح أحوالنا يا رب يا رب ألف بين قلوبنا يا رب أصلح ذات بيننا يا رب اوسع بين اصلح بيننا المودة والمحبة يا رب نعوذ بك من الغيبة نعوذ بك من النميمة نعوذ بك من السخرية
نعوذ بك يا رب ولا نعوذ بك من تتبع عورات الناس. اللهم اشغلنا بانفسنا يا رب، اشغلنا باصلاحنا. اللهم يا رب اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل انفسنا من اوائل وزكها انت خير من زكاها كونيا وربا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.